هلا بفارس، دلع السلامة. الله يسلمك. الله يجزاك. يا ما شاء الله عجيب عجيب. الله يجزاك. الطريق والحدائق والنهر. نعم. ما شاء الله. الله يجزاك خير. إن شاء الله الحين نشوف أشياء طيبة. والهواء عليه طبعا. إيه نعم ما شاء الله. ما شاء الله. هذا هنا في المنتزه. منتزه بابل، وهذا باستقبالنا الدكتور. نورتونا. جزاك الله خير وكرمكم الله. هلا والله. الله يجزاك خير. مشكور يا دكتور. مشكور. هذا نهر الحلة اسمه. هذا فرع من نهر الفرات. فرع من نهر الفرات. نهر الحلة. شايفين النهر؟ ما شاء الله. نهر الحلة عرفتوا؟ احنا كنا عند ذاك الباب اللي هناك على المدخل هذاك. هذا هني حضرنا. الله يعطيك العافية. الله يحفظكم. هلا نورتوا. هني التصوير، عشان التصوير طلع البيول جمال هذا كله والقاعة الجميلة. شوف رائع المكان يا سيدي. هلا سعد محسن، الله يعطيك العافية، كثر الله خيرك وشكرا على الدعوة الكريمة. والله ما قصرت. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. والنعم سعد أمير. الله يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. مشكور يا دكتور. جمعة طيبة وجميلة. هذا المكان هو بالأساس. إيه. أساس. شغال كتجارية. إيه. كذا وكذا. هذه يعني قاعة كان من أول واحد كذي. سلام سلام. صار. شوف الزين. شوف 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 ما شاء الله. كباب وعيش عاش ومساعد. شوف الحين. شوف هذا المبنى كان مغلق قبل في زمن الحكومة القديمة، ولكن العراقيين حافظوا عليه وافتتحوا للعامة وما غيروا في شيء، حافظوا عليه من ذاك الوقت القديم. وهذه النقوشات شايفينها هم هي نفسها محافظين عليها ومخلينها. لاحظوا هنا شوف ايش مكتوب. تبقى بلاد الرافدين منيعة، صدام قد عقدت عليك رجاءها. ما جاسوا شيء، تغير النظام، تغير الدنيا، تغيرت، خلوا كل شيء. يعني مهما كان النظام مر وانتهى، لكن هذا إرث للعراقيين يجب أن يتم ويبقى مثل ما هو. تاريخ وانتهى، ونحن أمام تاريخ جديد بإذن الله، جميل ولطيف بوجودكم. شوف في أحلى من كذي؟ كان الشعب ممنوع من هذا المكان، ولكن الآن انظر الشعب في هذا المكان يتنعم بخيراته ويشوف جمال المنطقة، والحمد لله رب العالمين. تصدقون ان واحد منهم خال الثاني. زين يا هذا خال هذا او ها خال ها خال هاي، اشرح لنا طال عمرك. احنا جبناها على الضحك. حسن حسن ابو احمد يصور بسرعه، فيقولوا له خلص صورة بعد ثانية، قلنا الفيلم يحترق يعني ماخذ على القديم. بالبيت هو معروف السرعة عنده. بالبيت هسه مثلا واحد يخاوره، من يخاور بعدك ما مكمل كلامي يغلط. ابو فارس يسيلك شنو خال؟ انت خاله ولا هو خاله؟ نخلي الجمهور يجاوب. فنلتقي بالليل، احنا يوميا نلعب بالليل الحجية، نتجمع ولد اخوته ولد اختي ولد ولدنا، نلعب دومنا والسامر بناتنا، نقعد كنا صغار انا وياه، هو مثل اخوي. كنا صغار نطلع
طب سينما، احنا السينما عندنا من الطفل ما شاء الله، بغداد كلها سينما، فما عندنا فلوس كنا جهال، فعندنا درهم لو 50 فلوس ويقص بطاقة. هو اكبر مني طبعا. لا لا هو خاله أنا خالة صحيح، بس هو أكبر منه. يجيب الباصات يشتري بطاقة. أكو باب خلف السينما مال يسمونه مال درجة ثالثة. فن طبي بيقول له وين أنتم اثنين؟ قال له والله قاعد بحفظني. قاعد بحفظ. فن طب جوي ودي أنا طب. يقول لك في الفين الولد على الخال. يلا يلا. عدل. شوف شوف. عاشو ايه عاشو تعشينا هذا العشاء الرائع في هذا المكان الجميل وسولفنا سوالف جميلة روعة روعة وأجواء روعة الحمد لله. ترى أني كلش ما عندي بنزين، كلش كلش 71 كيلو بس، ما أدري وين سيارتهم، هم وين راحوا؟ يلا امشي كاهم كاهم يلا تعال. ما شاء الله ايه الجمال والمكان. أظن هناك الآثار على يميننا. هنا المنتجع وجولة داخل المنتجع وننتقل إن شاء الله إلى الآثار. كان اسكندر يا شباب هنا في العاصمة هذه يتمتع في مياه هذه الأنهار والبحيرات ويتمتع في الأجواء اللطيفة والنخيل والإسكندر عادة من جديد. حياكم الله في بابل. شوف النخيل ما شاء الله، شوف 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 النخيل، شوف على مد النظر تبارك الله. طبعا هذا القصر الرئاسي القديم. هذا القصر اللي موجود في هذا المكان، شوف آثار بابل، شوف شوف كل شيء يبين من هني ما شاء الله. هني خلنا نوقف هني كذي، والنخيل كل مكان ما شاء الله تبارك الله، رهيب رهيب المكان، الإطلالة رهيبة تبارك الله. أبو فارس شنو هذا؟ شنو هذا؟ شيء خيالي والله، ها؟ شيء خيالي. أنا أعتقد هذه الآثار صح؟ إيه هذه. إيه. يا رباه ما هذا؟ شوف شوف المكان، شوف شوف هذه البوابة وشوف النهر شلون عابر كذي بين هذه الوديان وال والله يا جماعة أنا ما عندي تليفون أصور لكم، علشان كذي قاعد احاول اخذ التقاطاتي عن طريق الخوذة.
يا رب. خلنا نوقف هني. تعالوا شباب خلنا نصوركم. هذا هو اسكندر يا شباب، موجود في اعلى قصر في بابل. طبعا هذا القصر الرئاسي مهمل حاليا، تدرون لاحداث سياسية، وكذلك الاسم مسبب مشكلة مع يعني اعمال الترميم او شيء، ان شاء الله يحلون الامور. لكن هذا ارث للشعب وللدولة، وهذا حقهم، وان شاء الله يتم الاحتفاظ فيه وترميمه على احسن وجه. يا شنو هذا، شوف 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 المكان من الاعلى. عمي روعة المكان هذا، شوف هذه العمدان اللي هناك، شنو هذا حق المطاحن او شيء. دقيق، سايله مال الحنطه، مال الحنطه. اي وهاي الاثار، هذه الاثار، اثار بابل. اذا بوابه بابل وين تصير؟ بوابه بابل وين؟ بي بس اشرح لك ابو، يلا اشرح لك مدير يصور فيديو. عيني قاعد. اي هذه يسمحوا لها المتاع، هاي اثار بابل، الاثار اللي موجوده اثار بابل قديمه هذه. ايه. هاي من زمن السومريين، زمن ابو خنصر. هذه هاي المتاهه هي نفس الآثار، جددت هاي على شكل كلمة الله. هذه بوابة بابل ديج اللي لونها أزرق. واضحة نشوفها حاليا. هاي التلات، هاي التلة وهذه التلة، هذني تابعات هن للآثار. هذا النخيل زرع يعني فترة الثمانينات أو قبل الثمانينات، حتى بالخلف النخيل على مد النظر. وهناك النخيل طالب. هاي المنطقة كلها تابعة لهذا المكان. وهنا هذا مكان القصر، هذا المكان القصر بقى يعني ما ترمم، يعني متطور عنه في صورة عيش. أسد بابل بآثار بابل موجود منه، يعني من عبر هذا. هذا هو متاهة، وهنا هذا المسرح البابلي، مسرح البابل القديم، ودرجات ودخلة يعني وستيج، وهذا كل له نفس المسرح البابلي. فارس وهذا ومساعد يعطيكم الشرح. شوف بس على إشارة. شفت أسد بابل؟ بس لازم تسوي له فوكس هني موجود. بس يد ولا؟ أسد. والقاضي هون هناك. هناك شوف. هذا الحين مو قصر يعني؟ شوف المبنى هذا. هذا المبنى ها؟ إيه. سور ماله. استبابة. سور وأنت رايح لين الزاوية. إيه. ورا الزاوية هذه بس ما يبين تسوي فوكس. ابد عند الزاويه في هذا الاسد، اخر اسد موجود. باجي كلهم راحوا نزلوهم. تعال خالد، خليني اعطيك الترابيه. ايه رادي يسوي حوطه يعني على شكل مثلث او فتشي حوط. يقول لك هذا تصميم القصر يا جماعه، المهندسين اللي صمموه حتى بالصيف يكون بارد. ايه اجواء تكون بارده لازم. ايه طبعا البناء مالته كله مدرب، هذا بناء يعني خاص يعني. ايه عشان كذي محافظ. لا هاي النقوش تبدي منها، هاي الباب الرئيسي، هاي النقوش تبدي جماعه مارا المعتنى وبيه. لا ان شاء الله الجاي الايام جايه اهم شيء يحافظ على وجوده ومكانه ان شاء الله. طبعا هي تعتبر الصاله الرئيسيه ولا مداخل اجنحه، جناح هذا موزع ضخم ما شاء الله. جناح اليمين جناح اليسار وهذا هاي السلايه. اي فتشي هسه احنا خلينا ندخل. طبعا ابو فارس كل دخله تخرجك على محاور القصر كله. اي ندخل من هنا. اي خرجني. آه اكثر من المدخل. اي هذا يعتبر سويت، يعني غرفه خاصه يعني سويت. هو بعد دوبلكس في دور فوق يعني الاطلاله من الجهتين. هذه غرفه وغرفه غرفه. شوف الممر هنا.
اتذكر هني المصاعد على اليمين. بس احنا دخلنا سويت ممر، هذا يجيك ممر ثاني. ايه. هاي تكلمون هنا الحمامات. حمامات، جاكوزي وحركات. طبعا تلقى كل غرفة نفس الطريقة. هني الشطاف، المغسلة، انا في صرف. الجاكوزي. والله لحين واحد معطيها كنا هني. طبعا انتم مستخدمين حمام حمام. هاي الغرفة طبعا هاي تعتبر سوان الغرف السرية مدخل يعني. ايه. وصلتك الفكرة؟ ايه. هاي ما خلف اسمها هذا. ايه هاي غرفة نوم خاصة ايه. شوف هناك البلاكات، هذا السرير والبلاكات وهاي الغرفة وفيها درج. ها درج ولا بلكونة ولا شو؟ بعد الخارج مالته بلكونة، وهذا الجام كان كله ضد الرصاص. شو هذا أكيد مسبح. شوف هني الجام كان بي داخل وخارج، خارج ضد الرصاص والداخل عادي. إيه وهذا مسبح والنهر. شالوا الأثاث حتى الجام كسروها واللي أخذوه وبو برادة وقلعوها يعني بس هي غلط الفكرة. المفروض يبقى نفس عيد عادة ولا بس نهور. هذا طبعاً سوي ثاني هذا. يا خاين ملكش أمان وردتني الدموع الوان. ما شاء الله سمع صوتك. كل غرفة نقشة يعني مو نفس النقشة. هذا عمر الخشب هو هذا القصر في تحت 36 قصدي. يعني عمر الخشب هذا 36 سنة. ما شاء الله. شوف ابو فارس هذا النخل كله داير ما دار، هاي كلها المنطقه كانت تابعه لهذا المكان. ايه كلها تبع بابل، كلها ارض بابل. ما حد يقدر يسكن بيها ويقدر يجيها ويقدر يجيها. كلها كان هو حاميها و... يعني ما يخلي واحد يجيها. وهاي الناس بعد 2005 بنت هنا. و... ايه تعال ما شاء الله. شوف الرسوم اللي فوق، شوف الإطلالة، تبارك الله. تماثيل المنطقة حمورابي وجماعته. مخبأ سري ولا غرفة؟ لا غرفة، مخزن يمكن. بس هذا مخزن؟ كل هذا مخزن؟ اي والله صدقت والله. هاي شنو مخبأ؟ مخابئ هاي. لا هو مو مخبأ سري بس ما اعرف يعني. هو يمكن خدمات داخل. هسه تشوف انت. تشوفون جوا يا شباب؟ شوف الجو. لا هذا اتوقع خدمات، خدمات. خدمات كهرباء. لأن في كل زاوية موجود. شوف المكان هذا، شوف شوف. هذا طالع الطابق الثاني. إيه طالع البلكونة هني. عجيب عجيب. تطلع على هالدور. شيء عجيب. هذا لو بعد. ها؟ 100 سنة ما حد يقدر يسكن نفس هذا المستوى. تدخل جو شيء عجيب. إيه. هاي يعني بالعمر هاي. هذي. عشان اليوم إيش صدفة سبحان الله. إيه والله سبحان الله. إيه والله شفت شلون؟ شلون يعني الله رزقكم بالتصوير والله. إيه والله الحمد لله. من يتخيل إن إحنا ندخل هنا؟ ندخل هنا. ها شفت شلون الزمن؟ والله. هاي توثيق فثقوه. إيه. قبل تضررنا وتأذينا. كويتيين وعراقيين كلها تأذى. ماكو واحد سلم. الحين كويتي وعراقي يتمشى داخل القصر. وينك هو شيء إحلام؟ إيه. مو نحلة. إحلام. إيه والله. من يطب هنا على القصر شان صدام؟ إيه شوف شلون. هو صدام أصلاً من كان يقدر يقول راح. ها؟ لا إحنا ما نبي نذكر الماضي خلاص، إحنا ننظر للمستقبل. ماضي انتهى. ماضي مجرد. صدام. ماضي. انتهى. خايف على ركبك؟ شوف قاعد خايف على ركبك. كبر كبر يبا. ليش ما حضرت الوليمة؟ ها؟ يابا ما دخلت جوا؟ ليش ما دخلت الوليمة؟ ها؟
ما دخلت؟ حاطين لك عصير وماي وشربت ما جيت؟ والله الهواء عليل وجميل ولطيف في هذا المكان يا جماعة. الهواء جميل جدا والإطلالات رائعة والمنطقة رهيبة. وها نحن في أعلى موقع في بابل. اسكندر Thank you. يقول لك راح يتم ترميمه اعتبارا من 1/5 في شركة راح تستلم المبنى ويتم ترميم هذا المكان وجعله متحف وطني للبلاد. لاحظوا الرسومات اللي على الشباك شايفينه. هذه بعد من الجهة الأخرى في نقش على الشباك. يقول لك المبنى هذا مصفح، عرفت؟ واضح انه مصفح. شو السالفة؟ كنا عجبك القصر؟ والله قاعد اقول انا شو السالفة؟ حط له غرفة شيء. اقول لك قبل لا يصير الليل خل نروح الاثار ونمشي. يلا هذه يا جماعة بوابة بابل. بابة عشتار. بوابة عشتار. عشتار. هاي عشتار. والثاني شنو؟ أيه فيها بعشتار؟ الأبيض البرتقالي. لا هو عشتار. اسمع البوابة كلها. هذه سمعت إنها تفككت يا جماعة. فكوها. الأصلية. فكوا الأصلية ودوها ألمانيا. وهذه واحدة سووها شبيهة. يا أخي غير شغلها. ليش ما تأخذوا من ألمانيا إيجار؟ ها؟ مو ماخذينها عندهم وهي ملك المكان. شغل شغلة مكان هني شايلين مودين ألمانيا. جزء على مود الأمانة. جزء بألمانيا وجزء بقى هنا. عندنا هناك الأصلية. آه. يعني مو كل هالبوابة. جزء. في أحد يلمس شيء تاريخي مثل هذا؟ هنا بوابة بابل يا جماعة. هني الدخول. إلى قلعة بابل ومدينة بابل. شوف شوف الأسوار والمكان، شوف المدينة القديمة. هنا كانوا يحكمون العالم. بابليون، طبعا الاسم الأجنبي بابليون. تخيل انك تدخل مكان عريق تاريخي مثل هذا. طبعا حاشا بعض التعديلات، بس هي الفكرة ما زالت موجودة. يعني مثل الانارة حديثة وشغلات حديثة، بس الفكرة العامة والمكان ولا تاريخ المكان ما زال موجود. شوف هذه الخريطة الاثرية للموقع. شوف هني شناشيل البصرة. إذا رحنا البصرة إن شاء الله، رحنا أور بالناصرية مرينا عليه، أوروك ما مرينا. احنا مع الأسف الديوانية عبرناها إلى بابليون بابل.
ورانا شوف شوف التاريخ اللي في العراق. شوف شوف عكركوف عندك، سامرة عندك، كركوك، سليمانية عندك، نينوى، الخضر، قلعة أربيل عندك، يعني آثار ش أقول لك، يعني عد وخربط. أسد بابل مناك آخر شيء سمعتوا عن أسد بابل؟ أسد بابل نمشي هني يكون بالآخر. الحين إحنا محتارين، مو قعدنا هذه القعدات الحلوة والأجواء اللطيفة، خذتنا السوالف والتجول في المدينة كان رائع، وإسكندر هذا هو صافط عند بوابة بابل، وإحنا محتارين بين نمشي إلى بغداد لأن بقى على المساء شوي، وبين نستمر في الجولة. لو قراري لحالي كان استمريت في الجولة الآن بالخلف، لكن معي الأصدقاء أستشيرهم وأشوف الرأي الأكثر نمشي عليه. يلا شوف الحين أنا بخرج من بابل، ها تخيل المدينة القديمة. نسيت أقول لكم ترى هذه البوابات اللي دخل منها إسكندر، ها اللي دخل منها إسكندر المدينة، هناك في مثل ممر كبير دخل منه إسكندر إلى هذه المدينة. خلنا نسأل الدكتور يمكن عنده فكرة عن الموضوع. دكتور عندي سؤال، في طريق كان يمشي فيه إسكندر لما دخل المدينة، إيه في طريق شنو اسمه؟ طريق عريض كذي، شارع الموكب، شارع الموكب، إيه هذا موجود، شارع موجود شارع الجنوب بعد السور، هذا شارع الموكب مر في احتفالات دينية، موكب الموكب، إيه 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 شارع المواكب الشمال، إيه مر موكب رسمي، ايه داخل الموكب، يعني كل الملوك، كل الملوك الملوك تمر بيه اثناء المهرجانات اعتبار، ايوه بالضبط بالضبط. يلا رحنا داخل، يلا يلا واحد بيروح، ها بابا تقعد هنا تحمس ياكل، ها شوفوا شلون يعني الحين اصبح اثنين بيدشون واحد حمايه. يلا يلا على راسي بالاذن، احنا بندش داخل حبيبي، الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك، الله يعز شانك. هذا ابو مساعد بيظل هني يجاب الاس ياكل، سخن الماي ابو مساعد، صب قهوه نمشي. والله بالك شغل ضبط الماي. يلا يا هني يظل، ليش تروح بالشمس؟ من بكاء سيارته. ايه تبي تروح هناك كيفك، يلا يلا ابو خالد نبي نروح الممر. انتم ناجوز تصورون فيديو التصوير عندكم، تصوير داخل هنا صور. هذا خريطه العالم، خريطه بابليه هذه. بس ابو موسى هذا وهني تعال ابو خالد، ابو فارس، ابو فارس صور حي. إيه هذا برج بابل، هاي تصور هاي داخل، هذا يقول لك برج بابل اللي بالنص الاصفر هذا، بس انهدم كله ما بقى فيه الا القواعد، ما بقى شيء، ما بقى شيء منه الا القواعد. وين مكان القواعد؟ القواعد بقى قريب بس على الناس غير عن الفرات، بس بقى بس الاساس، بس الاساس موجود حاليا. ايه اسد بابل بعيد عنه، اسد بابل بعد تاخير في المكان اخر مكان، قطار قطار 120 اسد في شارع الموقف، شارع الشمال من يمين يسار شارع الموجود موقف المانيا تركيا وامريكا، أنا أبو أسود موجودة من يمين يسار، هذا كلها تماثيل من الدول العربية. صح صح صح، أنا شفت منها تركيا أكو 10 تركيا أو 20 تمثال تركي، صح صح صح، 6 بألمانيا. تذكرون يوم رحنا قلعة في بودروم؟ وأكو بغداد، رايح بغداد، رحنا قلعة في بودروم، نعم. لقيت أثر من الأسود البابلية اللي هنا الآشورية. أوخ شوف هذا مجسم للحضارة الآشورية القديمة اللي موجودة في العراق، موجود هنا في القلعة منه تمثال قديم. شوف هذا الحصان أو الرجل المجنح، الجناح مكسور بس من الجهة الثانية كامل، هذا من الحضارة الآشورية القديمة موجودة في العراق من هذا. بغداد أكو عدو واحد داخل متحف نكو واحدة نفس اللوحة موجودة من شارع المغرب، هذا المتحف مغلق بس استعمل يمنا، متنفع على أبيات أيام الحرب
ولا تنزل أذيال السلام، السلام والحرب والقوة. باء اشتارق والحماس قوتي بالأسود وقوتي من الحرب والسلام. سلام يعني قوة السلام. الأسد موجود حاليا، أسد بابل ضمن القوة. الوزن 12 طن من حجر الخام، وجابوه من تركيا، منطقة تركيا، ونحتوه نحت خاص في بابل. يعني حتى الملك داخل مدينة بابل، مثل بابل قوة بابل. ينجي أسد جوا جندي. هذا احتلال العالم كلهم داخل تحت أقدام الأسد. نعم. تذكرون مطعم عشتار في الكويت؟ مطعم عشتار. هاي شفنا الفرات، شفنا نهر الفرات. نهاية نهر الفرات اكو ذاك ذاك البستان، اكو عوامات يسمونها سبات موجودة حاليا قديمة. ترجع وين؟ على برج بابل. القديم. الحديث بعدين صار بناء العمار، وصار تبليط الشارع على نهايته. نهر الفرات صار بقصة دام حسين. الحديث حاليا نفسه. القديم صار حق هنا. ذاك البستان وله هيك. مكان البرج. إذا أنت بيتك وخلص غير من امتلاكات بيتك، يعني داخل فتحة حرام، أو مكان جاسد على أي شيء امتلاكات من امتلاكات الناس، حرام المن يبهم أساس. بس تعال هنا وين ناخذ مقلتين شوية. شارع الموصلق هو 900 متر، هذا لطني بزفت الأساس بابلي، يرجع فترة الحضارة البابلية، مكسي بالحجر آجل وزفت الأساس. هذا الأساس. نعم، هذا الزفت منين؟ من هيت، من الرمادي. نعم معلوم. هذا ب 76 هاي الموكب. هذا زفت محلي وليس حديث قديم. هذا حديثا، هذا قديم. الحديث واحد وقديم. والبنيت نهر هذا بنيته بالاجر، حجر اجر يعني فرشي. ايه هذا اجر اجر فرشي بابلي. هو هني هناك بدايته شكل بدايته مش شمال، مش شمال. يقول يمر الملك مش شمالها لا جنوبها، تمر احتفالاتها من واحد واحد بداش الرابع، واحد واحد أربعة بداية واحد الرابع سموه احتفال الشهر البابلي، واحد بداية أربعة 12، واحد أربعة بداية 12 سموه الشهر الرابع، سموه كل سنة يسمون أيام من أيام اللي اسمه ربيع الأول. شفت الواحد لا نهاية بداية شهر 12 سموه احتفالات أكيدة. هاي الوردة اسمها زوجة البابلية، سموها وقت الزكام والغيرة، الشامبو حتى الشامبو أقنعته للرأس، أسر فروة الرأس، تقوية البوصلات الشعر. طب أقنعتكم مقر تعطيكم الحديث. نفس الطريقة الأقواس القديمة أولها من الرافدين. هذه الباعة العشب فيها خمس قاعات، ستين غرفة، ستين قاعة. قاعة الموظفين والإداريين والناس الكبار، قيادة الملك والأخير لو اختصر. حكم العالم الشمال والجنوب العالم كله. شوف هاي البوابات تختلف عن بوابات الشمال. اتي عليه. في هالمكان شفتوا هذه المداخل، اذا يا العدو ما يعرف وين الدخله على الساحه او القلعه، يعني تي على كل موازين يروح يضيع داخل يعني انا ما راح امشي داخل لانه يبي له مسافه شوي قبل لا يصير الليل، بس لما يدش داخل يضيع العدو ما عارف شو يدش المدينة. من هنا ومن هنا. وكان يحكمها حمرابي، الحمرابي الاول، الاول حمرابي الاول كان يعني يعتبر رجل من احد رجال الاقوياء واللي كان يحكم المدينه، وكان يحكم فيها بالعدل. السارق كان يقطع يده ويقطع رجله ويشيك عليه، يعني كان مسوي عمليه تنظيميه. الاساس اجت الى طبيعه البرق والرعد، خلفيه الحجاج الانسان البرق والرعد والخصوبه. تمطر امطار ايام الامطار خصوبه والرعد، يعني تمطر الارض تصير خضراء تكون نهار ربيع، وتصير يعني الناس تشترب الماء وتلتوي وتعيش بالخضار الموجود داخل المملكه، ام للحيوانات للناس وغيره. بس وتلتوي. هو هذا الزمن كان يحكم بس الشاميه ابو فارس بس الشاميه هذه الورده، هذه الورده نسميها النوير، هذه سميته النوير، احنا نسموها اكو ورده الباب النك. بدي اهديك اياها بس مو لازم. استحوا فارس، فارس انت قوي. شوف البوابات اكو داخل قصر جنوبي قناه مائيه، هاي البوابات من 9300 جوفيه يطلع المي منين؟ من تحت البوابات. بعدين الحرس من يصعد يطلع من البوابات. البوابات اكثر من 10 متر واكثر من 11 متر. هذا بعدين الحرس وين؟ داخلي. داخلي. يعني دفاع السور يمشي عليه فوق كدفاع. دفاعي وحراسي. دفاع وهجومي. إذا داخل من داخل دفاعي ومن خلف هذا. يعني هجوم من داخل، داخل من هنا هجومي، من أخير من هناك دفاعي، يعني من هناك يعبر الداخل ويحجز الخارج. يعني مبنية بابل من أسوار داخلية وخارجية، يحمي الداخل وخارج.
انشاء هالبوابه يقول بنيت من اساس وعليت من اساس. شوفوا الاله منين جايه، تبارك من جايه من الشمال، يقول جت الملكه من شمالها وبين شنو؟ مسيرة هذا الدخول الباب. نعم مسيرتها ومشارها مالها وجنوبها من مواكبها واحتفالاتها ايام الاحتفالات السنه البابليه من شمال الى جنوب الى اخر بابل الى وين؟ مكان نبي ابراهيم قريبا بين جامعه بابل ومن بكر على طريق النجف حاليا محطه نبي ابراهيم. شايف شايف على الحجر في نقوش. تعال شوفك تعال بس عليك. خلنا نقرب. هذا الباب مغلق هذه الصيانة. بعد يشتغلون فيه زين. هذا فيها العالم الدولي. هذا تعال. هذا زمن نبي ابراهيم. هذا شوف هاي مخلص الفاس بالقوته. بعدين غلبت الالهه قال من كسر اوثان قال هذا كسر اوثانكم. بعد سوى المنجنيق على نبينا ابراهيم يا انا كن بردا وسلاما على ابراهيم على ابراهيم. هذا التاريخ من هذا الملك. مردوخ سموه كبير آلهة. هذا الخلفيات نسر اماميات الخلفيات هذا شلون مرسومه داخل بس اسد بس اماميات اسد راس التنين وجسمه جسم الابعر وليس الحراج في الاسماك. هذا ادت الى البرقرة على الخصوبه من تمطر الدنيا يقول داخل قصر الاله قام يمطر وخلى الشعب يعني يرتوي ويعيش. تفضل يا وليك على اسد باب هذه الاحكام. هذه الاحكام. ما ليش اجيت اعطيك معلومات عالميه؟ هذه الاحكام. يقول الملك من بنى واختصر يقول بنى اساس وعلى اساس وحافظ على البناه وتراثيه. تراثيه. هذه اسمه ختم بابلي، الختم الملك نبي واختصر. هذا. يدون اسمه وكتاب. هذا بابلي. لكن حاضر عطول البناء شي خلون هذا حاضر يعني يحافظ على قوه البناء من الخارج كان. يعني لا ازالوه يعني لا مو ازالوه يعني كرشوها شكل ايه. يعني شلون ايش هذا بس هو ليش ايش فكوه ولا طاح ولا استاذ علي هذا الحصير يعني يخلون طبقات طبقه اولى طبقه ثانيه يعني شلون يخلون طبقات شلون من هذه الكرشونه يحطون فقاطين فقالب يبني البناء يعني يحافظ على البناء ما يصير متحكك يصير يضبط البناء. هذا فتحات في الجدار هذا بصير تمدد خلي بصمات بالجدار بصمات يعني فتحات بالجدار يعني تنفذ شلون واحد ياخذ شهيق ورهيق بالصيف تتمدد بالشتاء تقص. هذا زفت ما تصير روح هذا هاي جابوه من هيك شفت الحصير؟ هذا الحصير هذا فوق هذا الطبقة الموجودة طبقة بين طبقة طبقة حصير قبل كان العراقيين يتماسك المبنى العراقيين شو العراقيين قبل خلوها صبار صبار اكو بين سور يقول سور لا يعبر العدو من شمالها وجنوبها لا يعبر سور بوابة الأكيد هاي سور يعني مسور مسور يقول لا يعبر نعم هذا مدخل. تعال خليك صور هنا. شوف احتلالك وسوي بيها بعدين. فترة الاحتلالات. رضوا هذا التفيك. فتحوا ظهر الأسير على حسابه من التفيك أو فج معلم بيها داخلي ما لقوا في شيء. أي شيء ما لقوا. هذا حاجة الحان خامس. ليش الملك خلا نصب مالته خلا من فضلنا من فينا خلا نصبنا مثل هاي الدولة. هذا العلم في داخل المدينة. شو عزت العالم ناصب بس على الدولة ودول المملكة يقول هذا أسد هذا مكان الملك أو هو الملك كان ملك أسد الملك يعني هذا حكم هاي البلاد وقوته من قوة المدينة شو سووهم كسروا شو الأسد ليش تقريبا عن هذا خاص هاي الدولة قوية من ذاك التاريخ أبو الهول نفسي شقنا بصورة والله مشينا مشي نوقف هنا نرتاح نام بمساعد نايم البوابه ايش كفو والله والله احنا جينا قلنا وساكل وين هو يبا هاي وين الحارس هذا اللي حاطينه احنا
اتاري نايم قاعد طالعك نايم بتاي الحرس نايم تشاكل راحت تعبنا بالمشي. وهذا يا شباب اسكندر وصلنا الى بابل وهاي بوابة عشتار وكان يوم جديد يوم جميل جديد يوم جميل لان اليوم انتهى ونحن الان سنتوجه الى بغداد بس انا ما عندي بنزين شو نروح خلاص تعال باكر. الحين يا جماعة اخذنا جولتنا في هذا المكان الجميل والان نستعد للمغادرة بإذن الله. بس احنا اول شيء بنروح محطة بنزين. شرفتونا الله يعزك. ها يلا انا جاهز. بس احنا حبينا احنا وايد نحبكم هواية نحبكم هواية. هسه عبينا فول. تسلم على راسي حبيبي مشكور ما قصرتم. عبينا بنزين يوصلنا ان شاء الله الى بغداد. السلام عليكم. ممنون ممنون مشكور الله يعطيك العافية مشكور جزاك الله خير الله يعطيك العافية. ما تقصرون العين والرأس حبيب. السلام عليكم ما قصرت. بسم الله الرحمن الرحيم. Good evening ladies and gentlemen. نرحب بكم على متن طائرتنا الإسكندر المتوجهة بإذن الله تعالى إلى بغداد. الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء ودرجة الحرارة تشير إلى 25 درجة سيليسية. سوف نحلق على ارتفاع 0.5 متر من سطح الأرض وسنسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة. مدة الرحلة سوف تستغرق 1 ساعة. الوصول المتوقع إلى مدينة بغداد في تمام الساعة 7:00 مساء. إلى ذلك الحين أتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات معنا ومشاهد ممتعة. Thank you.